حربة وتواسي وضربوا رجليه حتى بعد يقولون ما تطلع تجاوزات. بالهروات والضرب المبرح نال كرار الموظف في بلدية النجف نصيبه من الاعتداء الذي نفذه مجهولون في المحافظة بعد مشاركته في حملة لرفع التجاوزات على الأملاك العامة قبل أن يلوذ الجنات بالفرار، حادثة وجدها نجفيون بالسابقة الخطيرة التي تحتاج إلى وقفة جادة لمنع تكرارها. هنالك تعرض الكثير من الموظفين ومن المواطنين بوجود السلاح المنفلت في الكثير من الحالات، حقيقة هي ظاهرة خطيرة، نتمنى من الحكومة العراقية معالجة هذا الأمر بأما إعطاء عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الظاهرة. قامت المحاكم العراقية ومحاكم النجف بالأخص بالعديد من العقوبات، هي على محاكم الجنح هذه الظاهرة عقوبتها أما الحبس أو الغرامة. وبالإضافة إلى الرفض المجتمعي الصريح لحادثة الاعتداء على موظف أثناء تأديته لمهامه، لا تخلو هذه القضية من تقصير في الجهاز الأمني بحسب خبراء في القانون أكدوا تجريم هذه الأفعال، داعين إلى توفير الحماية للموظف لأداء واجباته بعيدا عن التهديد والوعيد. هو ماكو شيء اسمه سلاح منفلت وسلاح غير منفلت، سلاح الدولة اليوم منفلت. المواطن يتعارك بسلاح الدولة، الدولة تتعارك بالمواطنين، يعني بوضع فوضوي. كل اللي مطلوب حاليا هي انه يعني حتى عملية تقنين السلاح صارت صعبة. عندما لا يوجد قانون ولا توجد هناك دولة فيها مؤسسات تطبق القانون، النتيجة هذا السلاح المنفلت، فبالتالي الناس تحتاج إلى قانون رادع. تساؤلات يطرحها النجفيون عن مدى جدية حملات إزالة التجاوزات بتحقيق أهدافها في ظل تجذر تلك الأخيرة على مديات واسعة ولأزمنة طويلة. بين ضرورة تطبيق القانون وضعف الإجراءات لحماية مطبقيه من موظفي الدولة، يبقى ملف التجاوزات شائكا عالقا يحتاج إلى استراتيجيات وخطط أمنية واقتصادية لاختتامه وإنهائه. من النجف محمد رزاق، التغيير.